درستي في الجامعة الهاشمية في الأردن، ثم سافرت إلى ألمانيا صحبة والدك، وتدربت لدى شركة مايكروسوفت، أكبر شركة تكنولوجيا في العالم. كيف جاءت هذه الرحلة آيات، وماذا كان دور والدك فيها؟ كنت متدربة بشركة مايكروسوفت الأردن، وبعديها قدمت على مسابقة وفزت فيها، وكانت الجائزة أدرب بمايكروسوفت ألمانيا. وهون كان صعب على مجتمعي يتقبل السفر بهذا العمر الصغير، كنت 18 سنة يعني. فبابا ما حب يحرمني من هاي الفرصة، وأخذ إجازة وسافر معي. أول مرة على ألمانيا كان عندنا مشاكل اللغة، مشاكل إنه أنا أول مرة بدي أكون، أول مرة بطلع برا الأردن. يعني حتى من النقاشات كانت بابا بده يروح يوصلني على مطار تركيا ويرجع يروح، انه كأنها زي محطة باصات. بس قد ما كان في خوف من اهلي يعني. ودور والدي انه اول شيء ما حرمني من هاي الفرصة، ولما رجعنا هو للأسف خسر شغله عشان امن فيي انا ودعمني انا وفكر فيي انا يمكن اكثر من حاله. وهلأ بحاول أنا أكون الأرد الجميل هذا، يعني جزء من الجميل اللي كان من أهلي. وأنت في ألمانيا وداخل شركة مثل شركة مايكروسوفت، ألم تشعري بالرهبة ربما أمام أشخاص على مستوى عال من التدريب؟ كتير يعني. أول ما دخلت الشركة حسيت إنه أول شيء لسه كحدا أول مرة بيطلع من الأردن، كحدا لساتني صغيرة بالجامعة، فمش كتير عندي هالكواليفيكيشنز يعني. كانت فبتذكر أول يوم رحت وعم بطلع حتى اللابتوب، أنا جبته بأنا سنة أولى بالجامعة، فما كنت حتى متعودة على هاي الأشياء. فلما رحت وعم بشوف الكمبيوترات الكبيرة والناس كيف عم تشتغل وعم تكتب كودز، حسيت انه لا 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 انا ما بعرف، رح ياكلوني هون، فبدي اروح. بس بعدين والدي قال لي كلمه انه اكيد اختاروكي لانه انت عندك اشي غير. فبلشت ادور جوا حالي انه شو الاشي اللي بيميزني اكثر، اكيد شافوا فيي اشي، وانه بدي اتطور من حالي على اساس اوصل للمرحله اللي هم وصلوها. بس كان كثير صعب، اللغه كمان ألمانيا كانت صعبه. وانا شفت هذه الميزه التي اشار اليها والدك، اكتشفت النوع يعني اكثر شيء فيه هو اصراري على اي شيء بدي اياه. يعني كمبرمجه احنا اكثر اشياء عادي ممكن تكون كاتب كود رائع، بس يطلع لك هيك مشكله صغيره تخرب لك كل الدنيا. فقد ايه بده يكون عندك اصرار، ضلك تحاول وضلك ترجع تجرب، تقدر تعمل شيء اكيوريت. شيء دائما بفكر فيه كمهندسه بالضبط، انه إشي عن جد ممكن يغير بحياة الناس، لأنه إحنا بنملك هاي السكيلز وهذا العلم، فكيف بدي أستغلها أكبر استغلال إنه أنا كيف بدي أفيد العالم فيها. كيف تخطيتي آيات هذا الشك الصغير في نفسك وقدراتك في البدايات، ونجحتي إلى أن حصلتي على المركز الأول في مسابقة مايكروسوفت على مستوى العالم العربي، الثانية على مستوى آسيا، والرابعة على مستوى العالم؟ الثقة يمكن أكثر من الذكاء بدي أحكيها. الثقة أنه أنا بقدر أعمل هذا الإشي. إحنا عندنا كثير ناس أذكياء يمكن بالوطن العربي، بس عندهم خوف. الإشي اللي بيكسر هذا الموضوع إنه إذا بتآمن بحالك وبتكسر بتكسر خوفك هاد، خاصة إحنا بنحس إنه نظراً للظروف الاقتصادية، الأوضاع اللي عنا، فدائماً بنشوف أي حدا جاء من برا هو عنده علم أكتر أو بنوثق فيه أكتر. فكان دائماً ببالي إنه بدي أكون أنا هذا الحدا. إحنا بنقدر كشعوب عربية إنه إحنا عن جد نطلع مواهب إحنا عنا إياها، بس بدنا نبينها وبدنا ننافس على مستوى العالم. فهاد كان دائما حلمي يعني. درستي أيضا في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، وفزتي بدورة تدريب لدى وكالة ناسا للفضاء. حديثينا عن هذه المغامرة، يعني لما واحد يذكر ناسا يتخيل الكواكب والمجرات والكويكبات، كيف كانت هذه التجربة بالنسبة لك؟ الناسا كانت حتى ما كنت أجرأ أحلم بإني يوم من الأيام أكون بناسا.
التجربة كانت رائعة لأنه إشي أبداً مش متعودة عليه. أنا كنت وقتها بسيليكون فالي، المكان اللي فيه أهم الشركات التكنولوجية، كل الهيدكوارترز تبعهم موجود فيها، بس نازلة كانت تجربة مختلفة. عم نحكي عن الساينس، عم نحكي عن إشي خارج حدود الكرة الأرضية. كحدا إلي بيحب يحلم كتير، فكنت مبسوطة على النجوم وعلى الاستكشاف أكتر. يعني أنا بحس من الناس اللي دائماً بيستهويني الغموض وبيستهويني إيش في عن جد أشياء تانية، وبحس انه لنعرف اكثر عن شو الارض نحتاج كمان نعرف عن الكواكب الاخرى وشو موجود بمجرتنا. كان نوع عما كنت تبحثين خلال هذه الدوره التدريبيه؟ كان واحده من التارجتس هي انه في احد الكواكب قد يكون في مياه غير الارض، فكان كيف بنقدر نحلل المياه الموجوده، نعرف مكونات واصل الكوكب، يعني يعني ابحاث معينه لازم نعملها لنقدر نكتشف شو في برا، شو في غير الكوكب اللي احنا متعودين وعايشين فيه.